مكتبة الأعزاء. نكمل بهذا الجزء من المحاضرة. الجزء الثاني عن الترانسميشن لاين. وصلنا بالمحاضرة السابقة إلى حساب الاندكتنس للترانسميشن لاين الانترنال. الآن راح نحسب الاكسترنال أو الاوتسايد كوندكتنس أيضا by mean of a flux linkage outside the conductor producing the flux. هسه لو أجي ألاحظ عندي الكونسيدر عندي هذا هو الكوندكتر. لو أجي أشوف هسه هذا الكوندكتر اللي عندي. لو أجي أفترض وجود نقطتين، نقطة هي واحد على بعد مسافة دي 1 ونقطة 2 على بعد مسافة دي 2. هذه دي 1 وهذه دي 2. بين هاي المسافتين 1 و 2 راح افترض او اخذ شريحة من المسافة اللي بيناتهم. هاي الشريحة راح أسميها dx أيضا. التيار اللي يمر بيها هو ix ix وهذه هي dx. المسافة بين الكوندكتر وهذه الشريحة اللي افترضتها أنا راح تكون هي x. المسافة راح تكون x. هذه هي المسافة x. مثل ما عرفنا انه ال hx هذه ال hx هي i على 2 pi x وال b هي nu h. فاجي اعوض مكان ال b ال H هذه بالقانون راح يطلع عندي قانون مفلكس دنسيتي. ال دي فاي شو يساوي؟ هو مشتقة الفلكس دنسيتي. فاشتق القانون بالنسبة لل دي اكس. فالفلكس اكسترنال تو كوندكتر راح يكون لينكس ذا كرنت وانس راح يكون كالآتي. هذا هو الاشتقاق اللي راح اشتق. بعد الاشتقاق طبعا المسافة راح تكون من دي 1 الى دي 2. مثل ما لاحظ المسافة between دي 1 الى دي 2 هذه حدود التكامل. بعد ما اكامل الطرفين من دي 1 الى دي 2 واعوض راح الاحظ انه هذا هو القانون الفلكس لينكج. واحنا كنا نعرف انه الفلكس 1 2 شو يساوي؟ فاي 1 2 على اي. اعوض الفاي 1 2 اللي استخرجتها من هذا القانون راح يظهر عندي هذا القانون النهائي اللي هو ال ال 4 اوت سايد كوندكتر. على شنو يعتمد هذا القانون؟ هسه لو اجي الاحظ انه يعتمد على دي 2 ودي 1. اذا بعد النقاط اللي من البدايه هنا أنا اختاريتها عن الموصل. هذا ما يخص الاندكتنس اوتسايد كوندكتر. هاي بحاله انه كان عندي سنجل كوندكتر يعني كوندكتر واحد. زين أكيد راح تختلف الحالة لو كان عندي أنواع أخرى وأشكال أخرى من الكوندكتورز. بهذا المثال أو بهذا الجزء من الموضوع راح ندرس الindictance of single phase two wire line. يعني عندي two wires بنفس الخط. فنيجي نشوف شلون راح نيجي نحسب الindictance لهكذا نوع من الكوندكتورز. إذا نفرض إنه عندي two solid conductor of radius r1 و r2 separated by distance d
The conductor carrying equal current but in opposite direction. يعني عندي هذا الكوندكتر الأول، هذا الكوندكتر الثاني، هذا نصف قطرة R1، هذا نصف قطرة R2. المسافة بيناتهم دي، التيار اللي يمر I إذا كان بالكوندكتر الأول بهالاتجاه، فبالكوندكتر الثاني راح يكون in the opposite direction. لاحظ هذا هو الشكل اللي عندي، مثل ما قلنا هذا هو الكوندكتر الأول وهذا هو الكوندكتر الثاني. R هو radius of each conductor، طبعا أكيد R1 يساوي R2 ويساوي R. دائما لما يكون عندي أكثر من conductors bundled together مربوطين أو مشون سوية، يجب أن يكونون بنفس الـ specification، نفس الـ qualification من ناحية الشكل ومن ناحية الماتيريال. الـ D هي قلنا الـ distance between them. I1 plus I2 يساوي 0، بمعنى أنه التيارين قلنا اللي عندي هنا متعاكسين اللي بيمرون بالكوندكتر. الفلكس هنا عندي رح يساوي نيو I على 8 باي، هذه هي الانترنال، هذه هي الانسايد، هذه هي الانسايد اندكتنس، وهذه هي الاوت الانسايد. احنا قبل شوية طلعناها for one conductor هي نفسها، وبالنسبة لل two conductors راح يكون الجزء الاول من هذا القانون mu على 2 باي، هاي يعني طلعناها واحد من نفس القانون، بس اللي راح يصير عندي ال I1 في اللين R، ال I1 اذا مر هنا I1 راح يكون في لين ال R، والـ I2 بالنسبة للـ 1 بالنسبة للـ I2 هنا راح تكون المسافة هي D. أجي هسة كل اللي راح أسويه هو مجرد تبسيط للوصول إلى القانون النهائي. حتى أجي أبسط أعوض مكان الـ I2 راح أعوضها minus I1 هنا، وأجي أستخرج عامل مشترك أيضا. يعني بالبداية هنا هسه هنا عندي I1 وهنا I1، أجيت استخرجت عامل مشترك من هنا، هنا نزلتها، بعدين أجيت عوضت مكان I2 بماينس I1 فهي ناقص، والإشارة ماينس صارت موجبة إذا تلاحظون. أجي أيضا أستخرج الـ I1 عامل مشترك، رح يبقى عندي بالقوس 1 على 4 لين دي على R. الواحد على أربعة أقدر أقول هي نفسها اللين E تو واحد على أربعة. أجي أيضا أضعها هنا بالقانون، أعوض أستخدم خصائص اللين، الضرب هو نفس الجمع، تدخل الـ E واحد على أربعة داخل القانون. هي هنا إشارتها بالبسط موجبة، أنزلها للمقام يم الـ R، بعد ما أنزلها حصير قيمتها سالبة. المقدار هذا اللي هو E to the ناقص 4 R رح يساوي 0.7788 بالـ R، واللي هو رح أطلق له أو أرمز له الـ R داش. هذا هو ما يدعى الجيومتريك مين radius of conductor. يعني بعد ما أقول هنا أنا R في E to the واحد على ناقص واحد على أربعة، رح أقول هو يساوي رأسا بالقانون ال R داش، وأطلق عليه ال GMR. دائما بحالة الاندكتنس ما أستخدم قيمة النصف القطر مباشرة، وإنما لازم بالبداية أضربها في 0.7788 وأحولها إلى GMR. عليه المحادثة في الـ L1 فقط ساوت لي أو بعد الاشتقاق والاختصار 0.2 لين دي على R داش.
هذا for one conductor. زين أنا عندي two conductors مثل ما تشوفون عندي بهذا الموضوع، عندي conductor الأول وعندي الثاني. بما أنه أنا عندي نفس المسافة بيناتهم، مسافة ثابتة، نصف القطر ثابت، فال L1 راح تساوي ال L2 بهالحالة، وتساوي أيضا 0.2 لين دي على R، فال L total راح تساوي L1 زائد L2 وتساوي 0.4 لين دي على R. نجي ناخذ مثال بسيط عن الموضوع اللي قبل شوي، الاندكتنس اللي اخذناه. طبعا راح ناخذ بعدين مجموعه من الامثله ايضا، بس هذا مثال تطبيقي مباشر على القوانين اللي اخذناها قبل شويه. find the loop inductance and reactance per kilometer، انتبه انه يريدها per kilometer، of the single phase overhead line consisting of two conductors. طلاب دائما ننتبه على المثال على الـ configuration مال conductors اللي نعطينا، لان احنا راح نتحدث عن بعض امثله كثيره او عن configurations اخرى للـ conductors اللي راح ادرسها بهذا الموضوع. يعني هسه احنا اللي اخذناه لحد الان single conductor، اخذنا الـ inside والـ outside، وهسه كملنا موضوع الـ two conductors، وأيضا إحنا مكملين مثل ما راح نشوف بالفقرة دي of composite conductors وهكذا. فدائما من أجي أقرأ السؤال أو المثال أشوف هذا يا نوع من configuration of conductors. فهنا قايلي إنه هو two conductors، each conductor، كل conductor من هاي الكوندكترات 1.213 سم in diameter. انتبه ان هنا نعطيني القطر انا اللي احتاجه هو نصف القطر. The spacing between conductors نعطيني المسافة هي 1.2 meter، and frequency is 50 Hz. هو شنو اللي رايد؟ رايد ال inductance and reactance، يعني رايد ال L وال XL بالسؤال. بداية أقسم الـ D اللي نعطيني على 2 أطلع الـ R اللي هو 0.606. قلنا إحنا بالإندكتنس دائما ما أستخدم قيمة الـ R وإنما الـ R داش، فحتى أحولها إلى الـ GMR أضربها في 0.7788 طلع لي هاي النتيجة. طبعا هنا بالسنتيمتر لازم أنتبه بعدين أنا أحولها إلى المتر، لأن الدستنس between two conductors هي بالمتر. فأجي أضع قانون الـ L، طبعاً 4×10^7 لأن هذه L total هسه أنا اللي دا أطلعها for two conductors. فأجي أقول 125، هاي حولتها هنا إلى السنتيمتر، على 0.4 لو أحول المتر إلى السنتيمتر أو السنتيمتر إلى المتر. أستخرج القيمة، هذه اللي راح تطلع عندي قيمة الـ L. أنا شايدتها per kilometer، فأنتبه أنه أحول القيمة إلى هنري per kilometer. يريد الـ reactance، الـ reactance يساوي 2πfL، نعطيني قيمة التردد هو 50 و 2π، والـ L أيضا استخرجتها من السؤال، وهذا أكون طلعت قيمة الـ reactance. هذا يجي السؤال مثال بسيط وتطبيق مباشر. الكونفيجريشن الجديد أو الآخر اللي راح ناخذه هسه ضمن مجموعة الكونفيجريشنز أوف كوندكتورز هي إندكتنس أوف كومبوزيت كوندكتور. يعني إذا كان كل كوندكتور يتكون من مجموعة من السب كوندكتورز، هذا هسه لو أجي أنت شوف هاي مجموعة الكوندكتورات، هذه هي كلها تعتبر كوندكتور، وهذه أيضا كلها تعتبر كوندكتور. يعني كأنما هي مثل التو كوندكتور. قبل شوية تذكرنا شرحنا قلنا هي عندي تو كوندكتور between them distance، بدل ما هي كوندكتور واحد صارت كل كوندكتور هو متكون من باندلد أو مجموعة من السب كوندكتور. راح أجي أسمي كل واحد فيهم A, B, C, D وهكذا بالكوندكتور الموازي إليه. لا تسر رموز بس راح أنطيها داش.
هذا راح اسمي كوندكتر ام، هذا حسمي كوندكتر ام. لو اجي احسب الميوتشوال اندكتنس او ال ام الاندكتنس فور ام، هو نفس القانون بس ايش راح يصير عندي؟ انت لو انتبه على البسط، البسط عباره عن طبعا AA DAA، المسافه من A الى A داش. لو اجي اشوف شلون احسب المسافه، دي بالبدايه بين كوندكتر الاول والثاني، البسط بين الاول والثاني، فاجي اشوف DA A داش، DA A داش، DA B داش، DA B داش، إلى أن أنهي كل الكوندكترز ارتباطها مع الـ A. هذا هو الجزء الأول من القانون، القوس الأول. القوس الثاني أنتقل إلى الكوندكتر B، هذا الـ B أيضا بالبداية ارتباطها مع A داش، فأقول D A عفوا B A داش و D B B داش و D B C داش وهكذا إلى أن أنهي كل الكوندكترات، وهكذا إلى أن أوصل إلى الكوندكتر M، أيضا راح يكون M A داش وهكذا. هذا المن كل بسط مرفوع للأس واحد على اجي على المقام، المقام ايش راح يمثل؟ راح يمثل distance in the same conductor. يعني هسه لو اجي هذا راح اجي افصل هنا حتى تكون واضح، A B C D M، هذا A هذا B هذا C هذا D وهذا M. المسافة مسافات تلاحظون هذا القوس الأول راح يكون DAA، طبعا DAA دائما هو R، DBB يساوي DBB يساوي DCC وهكذا، وراها DAB DAC و D A B و D A M، هاي بالنسبة للقوس الأول. بالنسبة للقوس الثاني راح أبدي من الكوندكتر B مع كل الكوندكتر داخل الكوندكتر، هذا كله أنا still in conductor M، أجي هنا هذا D A وهذا DBB قلنا هو نفس الكوندكتر، DBC و DBD و DBM وهكذا إلى أن أصل إلى DM، كلها مرفوعة على الأس واحد على M DM. هذا ما يخص القوس الأخير ضمن القانون. فنلاحظ انه البسط هو المسافات بين كل الكوندكترز من M الى N، بينما المقام كان كل هذه المسافات بين الكوندكتر M فقط. نلاحظ ان الM في الN root the product of distance is known as geometric mean distance. الروت الان في الان هو نسميه geometric mean distance amount to mn، where m is the distance from all m subconductors of conductor m to all n subconductors of m. راح اسميها gm or gmg. ال DAA which is 0.7788 of radius of subconductor اللي هو يمثل المقام diameter is called GMD written as DS.
الجي ام دي اللي هو السيل كومونلي جيومتريك مين راديوس، عفوا هذه هي الجي ام ار. فيا اما نقول ال ام تساوي 2 في 10 اس ناقص 7 لن دي جي ام ار، عفوا دي على جي ام ار راديوس على مثل ما شفنا بالمثال القانون اللي فات. وشكرا لإصغائكم، هاي كانت نهاية المحاضرة الرابعة.